سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم مزيانه؟ صحتكم لاباس؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير، وتكونوا في احسن الاحوال. ومعكم كيف العاده اختكم وحبيبتكم رابعه الحسنويه في فيديو جديد. كما تعودتوا معايا البنات، دائما تنجيب لكم مجربات ديال الوصفات. واليوم ان شاء الله في هذا الفيديو جبت لكم خرقه خطيره. هذه الخرقه اللي تحرقوها ليه بالخزامه او اللافندر كما تيقولوا البنات اللي في الدول العربيه. كيف قلنا تنديروها بالخزامة والبزار، يعني فلفل أسود مطحون والحبوب. هذا الخرقة البنات تتشعل فيه العافية والشياق، غزالة 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 البنات. هذه الخرقة واخا نعيا ما نشكرها، ما نعطيهاش حقها. والبنات اللي عندهم المجمر يديروها في المجمر يحرقوها فيه، والبنات اللي ما عندهمش يحرقوها في البوطة ويتفقروني عليها. تقدروا تحرقوها غير فوق البوطة، عندها نفس النتيجة بحالها بحال المجمر. المهم أنها تحرق. غزالة 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 والله العظيم البنات، خرقة واعرة ودايزها الكلام، والطريقة سهلة، والمكونات حتى هما بساطين وموجودين بحال اللي تعودتوا عليا دائما. فقط تبعوا معايا الفيديو من الأول حتى الأخير، وتعاونوا معنا البنات باللايكات، وتعاونوا معنا بالبارتاج وبالتعليقات الغزاله ديالكم كيف العاده. وبلا ما نطول عليكم حبيباتي، بالنسبه للبنات اللي بغاو الرقم ديالي ديال الواتساب هو اللي غيطلع قدامكم في الفيديو. بلا ما نطول عليكم البنات، اول حاجه تتاخذوا الخرقه ولا الكتانه ولا الاثر ولا الشرويطه، كل واحد شنو تيسميها. ملي كتاخذوها البنات شنو كديروا؟ تجيبوا الخرقه. هاد الخرقه ما تنقراوش عليها في الاول البنات، تنقراو عليها حتى تتكون تتحرق. بالنسبه للقرايه ملي تبغيو تحرقوها، ملي تبدا تحرق عتبداو تقراو عليها. اما في الاول شنو غادي ديروا البنات؟ غادي تسرحوا الخرقه ديالكم، ساهله وبسيطه، ما فيها حتى شي حاجه اللي صعيبه. غتسرحوا كيف قلنا الخرقه، وغتجيبوا البزار. بالنسبه للبزار البنات، اما مطحون اما حبوب، ما كاينش مشكل. يعني واخا يكون ما مطحونش ما كاينش مشكل. تاخذوا البصار وديروه فوق الخرقه بهذه الطريقه هذه. وخذوا البال البنات ما تكونوا تتقراو عليها، لحقاش البصار ملي كيتحرق راه حار، وحتى الخزامه الدخان ديالها حار شويه. المهم غادي ديروا ليها بحال هكا، غتعمروها بالخزامه والبصار، بصار حبوب ولا مطحون. غديروا الخزامه يعني اللافندر. البنات اللي في الدول العربيه الخزامه هي اللافندر. غادي ديروها في الخرقه ديالكم هذه اول حاجه، بلا قرايه بلا حتى شي حاجه. غتاخذوا الخرقه غتسرحوها، ديروا البزار وديروا الخزامه بهذه الطريقه هذه كما تشوفوا. انا تنصايب قدامكم باش ديروا الوصفه بالطريقه الصحيحه ديالها. منين كتعمروها البنات كتطويوها هكا، تطويوها على شكل رغيفه بحال هكا البنات، كتعمروها كتطويوها بالمكونات ديالها. سهله سهله سهله، غير لما بغيتوش البنات ديروها هاد الوصفه هادي، هاد الخرقه الغزاله اللي كتشعل فيه العافيه وكتشعل فيه الشياط بحال اللي قلت لكم. كتجمعوا الخرقه ديالكم البنات بهاد الطريقه هادي على شكل رغيفه، وتجيبوا تتشعلوا البوطه ولا كتشعلوا المجمر، يعني اللي بغيتوا. البنات اللي عندهم المجمر يديروه، البنات اللي ما عندهمش المجمر غتشعلوا البوطه وغتحطوا هاد الخرقه فوق البوطه التحرق. غتشعلوا البوطه ولا المجمر وتحطوا الخرقه التحرق، هي كتحرق وانتوما تتقراو هاد القرايه. يعني كديروا العافيه تكون مهيله، الا درتوها في البوطه البنات ما ديروش العافيه مجهده، نقصوا عليها اصغر ما كاين في النار. خلاص الا كان المجمر هو راه تيكون مهيل، وغتبداو تقراو عليها هاد القرايه هادي. شنو كتقولوا البنات؟ الناس تقول لك الخزامه، وانا نقول لك الغولة الزدامه. نحي الغشا على فلان ولد فلانه، وجيبيه ليا بالوحش والندامه. بحبي يبكي وبحبي يشكي، وبحبي يقطع سلاسل الحديد ويجي. صباط غبار وريقه مرار، وقلبه شعلة فيه النار. ما يرقد لا ليل ولا نهار، حتى يجي عندي الباب الدار. هاد القراية هادي البنات كتقولوها سبعة ديال المرات، وكتخلي الخرقة حتى تولي رماد.
مفهوم عليا البنات، هي كتحرق في المجمر ولا في الغوطه وانتم تتقراو هاد القرايه هادي. الناس تقول لك الخزامه وانا نقول لك الغوله الزدامه، نحي لك شعلة فلان ولد فلان وجيبيه لي بالوحش والندامه، بحب يبكي وبحب يشكي وبحب يقطع سلاسل الحديد ويجي، صباطو غبار وريقو مرار وقلبو شعلة فيه النار، ما يرقد لا ليل ولا نهار حتى يجي عندي الباب الدار. قول القراية من قلبكم البنات، بحال تنقول لكم دائما القراية من القلب، وانتم حاسين بالوصفة وانتم مركزين مع الوصفة، هي كتحرق وانتم تقولوا هاد القراية 7 ديال المرات وتخليوها ما يتكملوا 7 المرات، تخليوها تحرق على خطرها حتى تولي غير الرماد. مفهوم عليا البنات؟ بالنسبة للقراية غنخليها لكم في صندوق الوصف باش تقولوها بالطريقة الصحيحة ديالها. نعاود لكم البنات القراية، الناس تقول لك الخزامة وأنا نقول لك الغولة الزدامة، نحي الغشاء على فلان ولد فلانة وجيبيه لي بالوحش والندامة، بحب يبكي وبحب يشكي وبحب يقطع سلاسل الحديد ويجي، صباطو غبار وريقو مرار وقلبو شعلة فيه النار، ما يرقد لا ليل ولا نهار حتى يجي عندي الباب الدار 7 ديال المرات. وبالنسبة للتوقيت البنات ديال هاد الخرقة هادي، ديروها في أي وقت بغيتو إلا نهار الأربع، ما ديروهاش الأيام كلها، ديروها في الليل ولا في النهار ما كاينش مشكل، وقت ما احتاجيتو ليها نوضو هزو الخرقة وصايبوها. سهلة والنتيجة غزالة غزالة غزالة. وبالنسبة للطهارة البنات ما كاينش مشكل، واخا ما تكونوش على طهارة تقدروا ديروا الوصفة، كيف تنقول لكم دائما ماشي الوصفات كاملين تيبغيو الطهارة. مفهوم عليا البنات؟ ملي تكون الوصفة خصها الطهارة راني كنقولها لكم في الفيديو، ملي تكون الوصفة عادية وبدون طهارة يعني سواء كنتو طاهرين ولا لا، راني كنقولها لكم اش كديروا الوصفة وانتوما مرتاحين. والوصفة البنات كيف تنقول لكم النية واليقين، وتصايبوها من قلبكم وتصايبوها وانتوما حاسين بها. وبالنسبة للرمادة البنات ديال هاد الخرقة، كما عودتكم دائما وهذه ولات حاجة معروفة، أن الرماد ديال أي وصفة ديال المحبة تنديروه في شي جريدة ولا محباق ولا عندنا جردة في الدار ولا ما عندناش كنديوه لشي جريدة اللي بعيدة، المهم أنها تكون بليصة نقية وخضراء ومنورة وترميو فيها هذاك الرماد. ولما حداكم شجره تقدروا ترميوه على شي شجره يعني غير حدا الشجره. وهذه هي الوصفه ديال اليوم البنات، غزاله 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 والله العظيم عتبهركم النتيجه ديالها. ديروا البنات هذه الخرقه ودعيو معايا وتفكروني عليها. وهذا ما كان في الفيديو، تنحمق عليكم كاملين وبوسه لكم كاملين البنات، ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله. بالسلامه عليكم.